برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، أقامت جمعية الكلمة الطيبة الحفل الختامي لمبادرة سموه لإعداد القادة الشباب بنسختها الثانية، وذلك بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية والدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط وعدد من الشخصيات البارزة، حيث تم تسليم شهادات الدبلوم لـ90 شابا وشابة من المشاركين في المبادرة، وفازت 5 مشاريع بمنحة تدريبية من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة وهي كالتالي: مبادرة رئة البحرين، مبادرة لغة الصحة، مبادرة سعادة، مبادرة ميداد، مبادرة بدلها. وفي مستهل كلمته أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن مبادرة إعداد القادة الشباب جاءت تزامنا مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والمصبة نحو دعم الشباب البحريني ورعايته لضمان مساهمته الفاعلة في بناء هذا الوطن المعطاء بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. هذا واستذكر سموه الإسهامات الكبيرة للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتوجيهات الوالد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لإعداد شباب يكون همه الأول إعلاء اسم مملكة البحرين في المحافل العالمية. وأضاف سموه بأن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية جاءت لتمهد الطريق أمام الشباب البحريني اليوم لخلق الفرص الكبيرة لتحقيق الإنجازات وتمكين الشباب البحريني. وأشاد سموه بالدور التكاملي للمؤسسات الوطنية التي ترعى المبادرات الشبابية لتحقيق الغاية المنشودة منها وتعمل على مساندة وتوفير المناخ الإيجابي لتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات. ومن جانب آخر، أوضح السيد حسن بهزاع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة في كلمته إن مبادرة إعداد القادة الشباب في مملكة البحرين هي واحدة من أهم المبادرات التي تعكس قدرة منظمات المجتمع المدني على الاطلاع بدور أكبر في تطوير قدرات الشباب البحريني في مختلف المجالات. وأشاد بهزاع بالتعاون المثمر والقائم بين جمعية الكلمة الطيبة والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة والذي أثمر عن بلورة عدد لبرامج التنمية المجتمعية ورعاية المبادرات الشبابية والاجتماعية والتنموية الرائدة. أيسرنا اليوم أن احنا نكون الاحتفال حفل قادة الشباب اللي احنا نشوفه اليوم الحمد لله تعاون وتكاتف الجميع. اليوم نشوف ما شاء الله حوالي 60 شاب وشابة يقدمون مشاريعهم، الحمد لله يسرنا أن احنا نتعاون مع الأخوان في معهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة. طبعا هذه كلها يأتي من ضمن توجيهات سيدي جلالة الملك الله يحفظه يطول عمره وسيدي سمو ولي العهد، وهذه يعني الحمد لله ما شفنا من نخبة من الشباب اللي هم فعلا لهم دور إن شاء الله في المستقبل، المشاريع اللي قدموها المشاريع المهمة والكبيرة اللي إن شاء الله أن احنا نشوف لهم دور إن شاء الله في المستقبل هالمشاريع تكون يعني حاصلة على أمر الواقع. فكل شكر وتقدير للأخوان في معهد العربي للتخطيط، ما شاء الله اليوم تواجدوا ويانا حضورهم الأخوان في جمعية الكلمة الطيبة. إن شاء الله نأمل دائما تكون هالمبادرات والتعاون بيننا بين الأخوان موجودة لصالح الشباب البحريني إن شاء الله، ومنها إن شاء الله دائما للعلن. فنتمنى دائما المزيد من الازدهار، دائما المزيد من التطوير، وهذه النسخة الثانية من هذه المبادرة، وإن شاء الله نحن نأمل إن شاء الله حتى تكون سنوات عديدة نشوف فيها دائما الخير والصلاح للشباب البحريني. أعبر عن سعادتي وجودي بين الأشقاء والأخوة في البحرين والتي تغبطها فينا وفي الكويت وفي دول مجلس التعاون علاقات وثيقة وطويلة وتاريخية. والحقيقة نحن نقوم من المعهد العربي للتخطيط بعدد من الأنشطة لدعم المؤسسات والموارد البشرية البحرينية
وهي موارد بشرية متميزة ولله الحمد. واليوم احنا نحتفل بختام مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي كان له الدور الكبير والأساسي في نجاح هذه المبادرة. طبعا رعاية سمو الشيخ عيسى اليوم لهذه المبادرة هي دليل على تمكن هذه الجمعية من أداء رسالتها في مجتمع العمل التطوعي في مملكة البحرين، وأعتقد أن برامجهم هادفة دائما تهدف إلى دعم الشباب قدراتهم وتطوير، وهي من الجمعيات اللي تعتبر احنا نعتبرها من الجمعيات المؤسسية المبنية على المعرفة، وعندهم إمكانيات أيضا في التنظيم في الجودة في دقة العمل. سعيدين جدا بشراكتنا مع الإخوان في جمعية الكلمة الطيبة في دعم مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لإعداد القادة الشباب، واحدة المبادرات الجميلة جدا في دعم تطوير مهارات الشباب لا سيما في جوانب القيادة والمشاركة الفاعلة في المجتمع. احنا نتصور في صندوق العمل التمكين بأن هذه النوع من المهارات أكيد تضيف إلى بما تسمى بمهارات التوظيف أو الامبلويبيليتي سكيلز اللي تساعد الشباب أن يهيئون لدخول سوق العمل، ونتصور زيارة هذا النوع من البرامج أكيد يكون لها صدى إيجابي على مستقبل هذه الشباب وقدرتهم على خوض غمار سوق العمل والتطور فيه خطوة بخطوة. حقيقة يأتي اهتمام مبرة إبراهيم الكوهجي في مثل هذه البرامج لأنها تمثل البرامج النوعية التي تخدم الشباب البحريني وتسعى إلى بناء قدراتهم ورفع إمكانيات للمضي قدما في سوق العمل وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الحياة الجامعية وبناء مهاراتهم بشكل رئيسي.